الحمد لله. شيخنا، ما هي الكتب التي لكم تحفيظ عليها؟ كتب كثيرة جدا، يعني أقول لك كثير جدا. ما من الكتب المشهورة يا شيخنا لكم تحفيظ عليها؟ لنا تفسير ابن كثير، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، والمنتخب لعبد بن حميد، كثير، كمية كبيرة الحمد لله. فين نلاقي يا شيخنا تفسير ابن كثير بتحقيق حضرتك؟ في مكتبة ابن رجب، دار ابن رجب. دار ابن رجب؟ أيوه.